أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا مساء اليوم لتوضيح أسباب الإعلان عن إلغاء مباراة منتخب مصر والإمارات الودية. وكان من المقرر أن تلعب مصر أمام الإمارات يوم 20 نوفمبر الجاري عقب مواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019. وأوضح اتحاد الكرة أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أجيري طلب تأجيل المباراة حتى شهر مارس المقبل بسبب غياب اللاعبين المحترفين عن المشاركة في اللقاء إذا أقيم في نوفمبر الجاري. طلب الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة أجيري تأجيل مباراة مصر والإمارات الودية المقرر إقامتها يوم 20 نوفمبر الحالي إلى شهر مارس المقبل ضمن الأجندة الدولية في هذا التوقيت، وذلك لارتباط عدد من اللاعبين الدوليين المحترفين وضرورة الالتحاق بأنديتهم قبل يوم 21 من الشهر ذاته، إضافة إلى ارتباط النادي الأهلي بمباراة العودة مع الوصل الإماراتي يوم 22 في دور 16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب. وتقديرا واحتراما من الاتحاد المصري لكرة القدم للمنتخب الإماراتي وجماهيره بأن تقام المباراة بكامل نجوم المنتخب المصري وفي مقدمتهم نجم مصر والعرب محمد صلاح، فقد ارتاء الاستجابة لطلب الجهاز الفني للمنتخب الوطني مع تقديم الشكر للاتحاد الإماراتي لكرة القدم على دعمه الكامل لمنتخب مصر الوطني وتفاهمه الدائم لظروفه في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين في كل المجالات. يا صلاح استاذ